ولادنا والاستعدادات دلوقتي اللي في برج العرب في اسكندريه من خلال زميلنا المراسل محمد توفيق اللي هيعرفنا يعني هيكون الاجواء ازاي. محمد مساء الخير عليك. مساء الخير كابتن هاني، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكبار في الاستوديو كابتن فتحي نصير وكابتن عمرو حديدي كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا منتظرين مباراه كبيره بكره تجمع ما بين طبعا ناديين كبار، نادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. ولادنا بعد مباراه الاسماعيلي استمروا في معسكرهم في برج العرب استعداد لهذه المباراه. قول لنا ايه اخبار، ايه الاجواء، الاستعدادات لمباراه الغد ان شاء الله. يعني في البدايه كابتن هاني، حضرتك طبعا نجم كبير ولاعب من اهم لاعبي مصر المحترفين في تاريخها كله، وعارف يعني ايه معسكرات وفائده المعسكرات، خاصه ان حضرتك رحت في اكثر من دوله اوروبيه سواء سويسرا او المانيا. فعايز اقول لحضرتك ان المعسكر هنا في مدينه برج العرب اكثر من رائع، يعني معسكر نموذجي. يمكن زي ما حضرتك قلت عقب انتهاء مباراه الاسماعيلي على طول الفريق دخل في معسكر مغلق هنا في فندق الاقامه، يعني بالظبط المسافه كابتن هاني من ملعب المباراه للفندق 10 دقائق بالظبط بالاتوبيس. يمكن الفريق كمان كل حاجه متاحه هنا في فندق الاقامه، يمكن على طول اللاعبين بيقوموا الصبح في نفس الكوريدور اللي فيه غرف اللاعبين موجود، المطعم الخاص بالفريق، بعد كده كمان في غرفه المحاضرات برده موجوده في نفس المكان وفي نفس الكوريدور اللي اللاعبين فيه غرفهم، بعد كده اللاعبين بيتحركوا على طول الجيم والملعب جنب بعض داخل الفندق كابتن هاني. يعني تقريبا اللعيبه ما بتتحركش من داخل الفندق غير في يعني امطار معدوده. طبعا حضرتك عارف اهميه دوت في ظل ضغط المباريات وتلاحق المباريات، يمكن ما فيش بقى لعيبه بتركب العربيات او بتنتقل من مكان للتاني او حتى العوده للقاهره بقى كده عوده مره اخرى قبل ماتش الاتحاد، فكان قرار اكثر من رائع من الجهاز الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ. اعتقد ده وفر مناخ كويس جدا للاعبين يستعدوا زي ما حضرتك قلت لمباراه مهمه جدا امام الاتحاد، مباراه بثلاث نقاط اهمين جدا في حسم بطوله الدوري باذن الله. ان شاء الله يكونوا من نصيبنا ويكون الثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي، يبقى بس متبقي للفريق نقطتين باذن الله يكونوا في ماتش الزمالك، وباذن الله النادي الاهلي لقب باللقب ال 43. يمكن كابتن هاني الفريق تقريبا كل يوم البرنامج محدد من قبل الجهاز الفني، الفطار 11 صباحا، بعدها على طول بيبقى الغداء الساعه 3، في محاضره فنيه الساعه 5 في غرفه المحاضرات، وبعدها اللعيبه على طول بتتنقل لملعب التدريبات هنا. يعني يمكن امبارح اللعيبه طبعا لعبت بشكل اساسي امام الاسماعيلي، كان تدريب استشفائي في الجيم الموجود داخل الفندق ايضا، بقيه اللاعبين خدوا تمرين قوي جدا. النهارده بقى يمكن حالا من دقائق قليله الفريق اختتم استعداداته خلاص لمباراه الاتحاد، يمكن التدريب ابتدى فيه تمام السابعه، كان في البدايه بعض التدريبات البدنيه ومن بعدها على طول بقى تدريبات الكوره، واختتم مستر كولر التدريب بتقسيمه قويه. يمكن كل اللاعبين ال 24 الموجودين في المعسكر هنا كابتن هاني كانوا كلهم حريصين ان يكونوا باذن الله موجودين في قائمه المباراه بكره ويبداوا باذن الله مع الفريق. بطمنك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي الحاله البدنيه والفنيه للاعبين اكثر من رائعه، يتبقى فقط توفيق ربنا وباذن الله بكره الساعه 7 بدايه مباراه الاهلي والاتحاد، وان شاء الله يكون توفيق مع النادي الاهلي وحظ ثلاث نقاط جديده وخطوه هامه جدا في حسم اللقب ال 43. كمل كابتن هاني اتفضل. شكرا ليك محمد، وانت بتاكد لنا وعايز اتاكد منك تاني الحاله البدنيه للعيبه، لان يعني زي ما احنا بنتكلم مباراه تقريبا كل 48 ساعه. يعني الحمد لله طمنا تاني، هل في اي حد اشتكى من اصابه، هل حد اشتكى من اجهاد؟ عايز تطمنا كمان على يعني المتابعه الفنيه لكولر وكلامه على مباراه كبيره زي مباراه الاتحاد ومن خلال محاضراته. يعني انت شايف الاجواء، شايف العيون، شايف الانطباعات ازاي عندك في المعسكر؟ اجواء مثاليه زي ما قلت لحضرتك في البدايه كابتن هاني. يمكن مستر كولر بالتحديد حضرتك اتكلمت عنه، الراجل على طول من بعد ماتش الاسماعيلي يمكن بعد العشاء على طول كابتن هاني ماسك اللابتوب بتاعه اتفرج طبعا على مباراه الاهلي والاسماعيلي، وكمان بدا يتابع فريق الاتحاد. يعني 24 ساعه في الفندق تشوفه في اي مكان تلاقيه باللابتوب بتاعه بيدرس الفرق اللي هتلاعب النادي الاهلي، بيتفرج كمان اكيد على اداء لاعبتنا. على طول كان في محاضره ثاني يوم على طول اتكلم فيها مع اللاعبين عن اهميه طبعا المباراه. يمكن زي ما بقول لحضرتك كمان يعني المعسكر جه في توقيت مثالي جدا يعني في ظل ضغط المباريات، وكمان بعد كده باذن الله عندك مباراه يوم الخميس هامه جدا امام نادي الزمالك، فكان مهم جدا انك بين ماتش الاتحاد والاسماعيلي انت بتتكلم في 48 ساعه فقط، كان مهم ان احنا نريح في معسكر هنا. يمكن اللاعب الوحيد اللي اشتكى في ماتش الاسماعيلي كان خالد عبد الفتاح، ولكن تاني يوم شارك في التدريبات بشكل عادي جدا. دكتور احمد ابو عبله اكد انه بس كان مجرد تقلص في السمانه، ففضل انه ما يكملش اخر 10 دقائق في المباراه، ولكن موجود في التدريبات بيؤدي تمريناته بشكل قوي جدا. كل اللاعبين زي ما قلت لحضرتك المنتظمين في التدريب 24 لاعب حالتهم اكثر من رائعه، المعسكر فات كتير جدا الفريق في مرحله الاستشفاء، خاصه ان كل التسهيلات زي ما قلت لحضرتك موجوده سواء ملعب تدريب كويس
كويس جدا او صاله جيم او كمان كل الوسائل المتاحه سواء قاعه محاضرات بالفيديو او كمان قاعات منفصله للفريق عن باقي نزلاء الفندق. هام جدا ان شاء الله بعد ما نرجع القاهره كمان هيبقى معاك تقريبا 4 أيام قبل ماتش الزمالك باذن الله يكون كل اللاعبين في احسن فورمه وباذن الله بكره زي طبعا معودونا دايما يكون اداء اكثر من رائع وباذن الله 3 نقاط يكونوا من نصيبهم ونطمن كلنا وباذن الله نفرح كلنا كابتن هاني ان شاء الله بلقب الدوري باذن الله رب العالمين. شكرا ليك يا محمد، شكرا جزيلا وبنشكرك وان شاء الله زي ما انت بتقول باذن الله هذه المجهودات تتوج بفوز على نادي كبير زي نادي الاتحاد السكندري. شكرا محمد. كابتن فتحي عايز ابدا مع حضرتك.